السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات أسماء للطبخ. اليوم راح نقدم لكم أشتات حاجات بطريقة تقليدية 100%. كما تعرفوا الشطح إذا ما كانوش حارين ما يتسموش شطح. بصفة عامة الشطح اشتتها مسمية على حاجة حارة شوية، لازم تكون فيها ديك اللسعة تاع الحرورة باش تتسمى اشتتها. تبعوا معي الوصفة من اللي نبداها حتى ونكملها وتجربوها، ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش تدعوا لي معكم دعوة الخير. يلا معايا كامل نبداو ببركة الله. بسم الله نبداو. عندي راس ثوم صغير رابيوه، حبة طوماطيش رابيوها، وعندي مورسو تاع الدجاج اللي كنت غسلته بالماء والملح والخل مليح حتى تنحالو ديك الريحة. عندي شوية زيت، وعندي التوابل هنا، عندي فلفل عكري، عندي راس الحانوت، وعندي الفلفل الكحل، وعندي هنا الكروية. تأكدوا على الكروية. عندي جوج ليصان فلفل قناوة حارين، وعندي كمية من الملح. هادو هما التوابل اللي نستعملهم. أكدوا على الكروية. عندي نص مغرف طماطم مصبرة. هادو كامل المكونات اللي فيش الحاجات. بلا ما ننسوا الحمص. ناخذوا المرميطة تاعنا نحطوا فيها كمية من الزيت، كمية من الزيت. راح نحط فيها القطع تاع الدجاج اللي نقيتهم مليح بالماء والخل والملح. أكدوا على هذه النقطة، الماء والملح والخل، تغسلوا به الدجاج تاعكم باش ما يجيش فيه ديك الريحة، تتنحالوا كامل الريحة تاعو. يتغسل مليح. راح نحط فوق النار يتقلى ذاك الدجاج، يتقلى غير بالزيت. بعد ما قلينا الدجاج مليح نحطو بلا ما نحطو الماء، نشوفلكم برك على الصورة. راح نضيفلو التوابل اللي مازال ما درتهمش. راح نحط راس الحانوت، الكروية، فلفل الكحل، بلا ما ننساو الملح والفلفل العكري والفلفل القناوة. شت حاجة تصير تاعها هنا الكروية. الكروية راح تعطي هذيك البنة مع الثوم اللي راح نقليوهم كيف كيف مليح. شت حاجة راح نقدموها غير بالثوم، ما نديرولهاش البصل. راح نحط الثوم. اذا كان عندكم هراس دقوا الثوم مع الفلفل القناوة وديروهم، واللي ما يحبش الحار ينحي ينقص الحار. كما راكم تشوفوا خلطوا كاع المكونات كما راهم. دائما نقول لكم خلطوهم باش الدجاج يدي بنه التوابل. هذا الحمص اللي نسيت باش نقول لكم عليه، راه مشمخ عندي الحمص، يطيب مليح طياب الحمص تاعي. اذا كان الحمص تاعكم ماشي طياب غلوه نص طاليه. كما راكم تشوفوا التوابل تقلاو كامل. راح نضيف الطماطم ومن بعد نخلطو معاهم. تتقلى حتى هي شويه تنحاش ديك الكروسيه تاعها. راح نضيف الماء. الماء هنايا فرغوا في مكان واحد كما راكم تشوفوا. انا نقصها شويه، ما راح نزلها شويه، ما نعوم الدجاج جست يتغطى فقط كما راكم تشوفوا باش ما تجيناش لاصوص ميه. هنا كما زدنا على النار وراح تبدا تغلي، راح نضيف الحمص على خاطر الحمص تاعي طياب. اذا كان الحمص تاعكم ماشي طياب ديروه نص تغليه ومن بعد ديروه يكمل يطيب معاه. راكم تشوفوا نص التغلية، نغطي عليها ونخليها. طابت الشطيحة وخطرت لاصوص في صحن التقديم، نوريكم كيفاش. بسم الله ما شاء الله، راهي ريحتها تعبق وريحة ما شاء الله روعة روعة روعة. كما راكم تشوفوا شاهيناكم ان شاء الله في الجنة. شطيحة دجاج محمرة ومجمرة كيما يحب الخاطر. فرحي الوليدات، فرحوا الدار بماكلة بنينة، تغميسة شابة، بالصحة والهنا. جربوها ان شاء الله، ما تندموش عليها خوتي. ودعوة الخير دائما نقول لكم ما تنسونيش فيها، كي ما تنسونيش ما تنسوش حتى تشاركوا معايا بالقناة، ديروا ابوني ولا ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو وكثروا كثروا كثروا من اللايكات والكومنتات تاعكم. سلام.